لا تزال أعمال الصيانة في أنبوب خط النهر وتحديدا المحطة 41 مستمرة، تسخير كل الإمكانيات لمعالجة هذا العطب في أسرع وقت وفي مدة لا تتجاوز شهر، وحسب بحسب المشاورات والاجتماعات مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر، بحيث لا تتجاوز مدة الإصلاح 18 يوما يضاف إليها 7 أيام تقريبا أو أقل لملء الخزان والأنابيب، وبالشكل العام وفي إطار عام لا تتجاوز هذه العملية شهر، نظرا لبعض الأعمال الدقيقة، الحسابات الفنية التي يتطلبها تركيب الأنبوب الجديد. تم إزالة الأنبوب المعطوب طبعا وتنظيف منطقة الضرر بالكامل، تسوية الأرض وتمهيدها استعدادا لوضع الإصلاح ووضع الأنبوب الجديد. ليلة أمس وبحضور رئيس لجنة إعادة التأهيل ومدير إدارة المشروعات المكلف، تم متابعة أعمال الإصلاحات واعتماد طريقة الإصلاح والتركيب المقترحة من الشركة المنفذة. تم أخذ القياسات المساحية والفنية للأنابيب المجاورة للأنبوب المتضرر، وهنا أقصد الأنبوب ما قبل وما بعد الأنبوب المتضرر، لكي تتم عملية التركيب بسهولة وبسلاسة وتضمن عدم حدوث أي تسريب أو أعطال مجددا. مساء الأمس وعشية الأمس قام السيد رئيس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد والعميد صدام حفتر بزيارة إلى موقع حادث الانفجار، واطلعوا على آخر الإجراءات المتخذة لإصلاح هذا العطل، مراحل التنفيذ وضرورة العمل على تسريع وتيرة إصلاح هذا العطب لتعود الأمور كما هي عليه. طبعا وصلت كل الوصلات وقطع الغيار والمعدات الآليات حتى الرافعة المخصصة لرفع الأنبوب الجديد ووضعه في مكان الأنبوب المعطوب. هذه الرافعة تم توفيرها طبعا بالتعاون مع شركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة. طبعا هذا على صعيد الصيانة، والأعمال ما زالت مستمرة وأخذ القياسات كما تحدثت والمساحات وكل التفاصيل إصلاح هذا العطل ما زالت مستمرة حتى الآن. هذا فيما يتعلق بأمور الصيانة. نعم.